بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 23 بعد 104. نتناول آيات من سورة سبأ. الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ يعني يحاور فينا العقل الجميل، ويجعل من أتباع القرآن ناس عندهم حجة. بص ربنا يقول إيه سورة سبأ: كل من يرزقكم من السماوات والأرض. مين اللي يرزقنا؟ قل الله، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حاول اي حد قل له كده، مين اللي يرزق الناس؟ هقول لك ربنا. طيب هيقول لك انتوا على ضلال وانتوا على اجرام، ها يعني جماعه منحرفه جماعه منحله، مش كده؟ قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. يا سيدي الاجرام بتاعنا ده ربنا لا يحاسبنا عليه. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وده دعاء يمكن المؤمن يدعو: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يا رب شيل الغشاوة اللي عيون الناس، يا رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يا رب الامور اتلخبطت مش عارفين مين الحق ومين الباطل. عشان كده بيقول كل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل اروني الذين الحقتم به شركاء. قل اروني الذين الحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. حد يقدر يشرك بالله مخلوق؟ يعني ربنا له ولد، له زوجة، الثلاثة يبقوا إله، في إله له ولد. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، العرب بس، العرب، الانجليز، اهل الصين، اهل افريقيا، لا للناس كلها. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. في دولة في العالم لم يدخلها الاسلام في هذه اللحظة التي اتحدث فيها، ومع ظهور الاقمار الصناعية ومع ظهور الدش والاقمار الصناعية وساتلايت وموجود ثورة الصلاة في كل بيت على وجه الارض، فالإسلام دخل كل بيت كما أخبر النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخلن الإسلام كل بيت على الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل. إزاي؟ حضرتك عندك تلفزيون في أي دولة في العالم، في أي بقعة في العالم، افتح جيب القنوات الإسلامية، مش بس قنوات إسلامية باللغة العربية، قنوات إسلامية بجميع لغات العالم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بجميع اللغات بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الناس مستعجلة، إمتى الوعد ده؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كل واحد فينا له ساعة، ساعة يلقى فيها ربه. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كل واحد فينا له ساعة، إنت الساعة، إنت الموت. الله. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. في ناس كده بينهم وبين القرآن عداوة ليوم القيامة. في ناس أول ما تسمع القرآن قلوبها تقفش كده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ناس لما تتكلم عن ربنا والموت والآخرة: يا فضل الله ولا سالك، ما تغير الكلام ده، إيه السيرة الوحشة دي؟ ولما تتكلم بقى عن الافلام وعن الموضه وعن العربيات يفرح ويضحك ويتكلم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. مش بنحب القران ده. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، واقفين كده قدام ربنا اذله، يرجع بعضهم الى بعض القول، ده يقول له انت وده يقول له انت، انت السبب، لا انت السبب. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. دايما المستضعفين والغلابة والموظفين يقول لك انا عبد المأمور. مين المأمور؟ ربنا ولا حد؟ لا انا عبد المأمور. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. كل واحد تقول له مين اللي قال لك انا عبد المأمور؟ قول لي هذا، قول لي فوق، مين اللي قال لك انا عبد المأمور؟ كلهم عبيد. عبيد لمن؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. احنا نقول لكم تزوروا، احنا اللي قلنا تكذبوا، احنا اللي قلنا خدوا رشوه، احنا اللي قلنا خدوا ربا. في حد ياخد ربا على حاجه لسه ما اشتغلتش؟
في واحد يحدد نسبة على مشروع ما يعرفش إذا كان هيشتغل ولا مش هيشتغل. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، الغلابة بيقولوا الباس المتكبرين، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أنت اللي قلت لنا اعملوا كذا وعليا. الحجاج ابن يوسف الثقفي جه يقول له جنوده انصبوا المنجنيق على الكعبة اقتلوا اللي فيها، فالجنود قالوا له دول زوار بيت الله، دول المعتمرين والحجاج. يقول لهم ايه الحجاج؟ اقتلوهم وذنبهم علي. انا عايز اعرف البني ادم يستحمل ارواح الناس دي كلها ازاي؟ اقتلوهم وذنبهم علي، لا يمكن تكون دي جرأة على الله، حرام كده، مش ممكن. انت تقدر تشيل دم واحد واحد ايه جاي للي في بيت الحرام؟ يقول له اقتلوهم وذنبهم علي. الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي قال لهم اقتلوا الحجاج موجود منه آلاف في زماننا، في زماننا هذا آلاف يأمرون الناس أن يقتلوا مسلمين، اقتلوهم. إذا كان الحجاج بيقول لهم اقتلوا عمار بيت الله الحرام وذنبهم علي، في النهارده علماء يقول لك اقتلوا المسلمين، اقتلوا الشباب، حاصروا الإسلام. النهارده الأمم كلها والدول كلها تتفق على قتال المسلمين، ما بقاش العالم فاسد إلا المسلمين. خلاص المسلمين لا يقبلوا حوار ولا يقبلوا مائدة، ولازم يبادوا بالنار والرصاص، في حاجة غلط. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله، أنت اللي قلت لنا نكفر بالله، واقتلوا المؤمنين ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. يوم القيامة بقى العناق، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ تفتكروا ربنا ظالم؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، وإحنا بنحكي على سورة سبأ، وسورة سبأ دي قوم سبأ دول مترفين، شوف ربنا بيحكينا عن المترفين. وما أرسلنا في قرية من نذير، أي بلد في العالم، إلا قال مترفوها، الأغنياء بقى المترفين المدلعين، إنا بما أرسلتم به كافرون. ودايما المترف الغني ما يحبش يؤمن بالآخرة ولا بالحساب ولا بالأنبياء. ليه؟ هتروح الجنة تاخد انس الجنة، طيارات، يخوت، ايه، مساكن، شاليهات، هتروح تلاقي في الجنة. انا عندي احلى من اللي في الجنة، اروح الجنة اعمل ايه؟ اروح الجنة اعمل ايه؟ من عندي كل حاجة. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها، الاغنياء المتنعمين قوي، الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. وايه كمان؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، هنعمل ايه بالجنة بقى؟ ما عندنا الاموال والاولاد والطيارات واليخوت، وعندنا شاليهات وعندنا تكييفات، هنروح الجنة؟ لا، ايه احسن من كده؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وكمان مش هنتعذب ولا حاجة. ليه؟ وعشان معايا فلوس كتير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي بينفع على نفس ربنا اللي ده أبو. شفت أنا بعيني أغنى الأغنياء وهو بيغسل كلى، وأغنى الأغنياء هو عنده كانسر ومرمي بياخد إشعاع وكيماوي، كل الأموال اللي عنده ما تساويش جلسة واحدة من اللي بياخدها، كل الاموال اللي عنده ما تسويش يعني زلتي على فراش المرض. عشان كده بقول لك ما تغترش بالدنيا كلها وهي معاك، هتتسلب منك في لحظه والله، او تسلب انت، اما ان تؤخذ منك الدنيا كلها مره واحده، واما انك تؤخذ انت مره واحده. ولا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زل. شفت ده؟ يعني مش الاموال والاولاد اللي هتخليكم عندنا، لا لا لا، العمل الصالح. وما أولادكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. إن شاء الله نكمل في حلقة عظيمة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.